انه هذا الجزء ان انا اخلي له زقزاق حتى شنو من يدخل الزيت بالاكريليك ما يفتر هيك يظل ثابت المكان واضح. راح اسوي هو الاكتيف ار الاكتيف العفو التينتيف ار والاكتيف التينتيف تاج نفس الشيء. شو وقت ابدي بيه؟ ابدي بيه راسا مسافه هو يفضل تخليه على الكاست. اوكي الاكريليك مالتي وين راح يبدي؟ اكيد راح يبدي منها صح؟ منها راح يبدي عندي الاكريليك. من دخول الواير بالاكريليك تبدي تسوي زقزاق. قبل لا تسوي ليش؟ يعني انا اذا هسه اخليه على الكاست طلاب اقل شيء لازم ابدي منه انا زقزاق. من يدخل الواير بالاكريليك اكيد هو بالجنجر. زين ليش ما اخليه خارج الاكريليك؟ انا شو اسوي؟ هو فاته الوحيده على الواير. غلطته وخليته في مشكله؟ لا 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 دخل لا على الارم التاك على الزقزاق. اذا خليت بنت خارج الاكريليك وهي زايده انت اصلا معرض الواير لمن؟ للفتيك. ممكن مره مرتين هاي البنت هي صارت ويك بوينت راح اصير كراك راح يطق. فما يحتاج تخلي بين زايده، اي بين زايده تخليها. فمن يدخل بالاكريليك كلها تبدي تسوي الزقزاق. اوكي الزقزاق جبتي هسه من هاي النقطه، هاي معناها الواير منها راح يدخل يعني تقريبا على الشغل مالكم تقريبا هذا 4 مليم 5 مليم تبدي تخليه. اوكي اقل يعني مو راسا تبدي تسوي واير منها وتبدي تسوي زقزاق، لا اعطيها مسافه، مسافه بين الزيت وبين ما يدخل الواير بالاكريليك. اوكي المهم شلون اسوي زقزاق؟ اسوي زقزاق اصغر ما يمكن. ليش؟ يعني انت عندك مسافه صغيره وعندك بعد وايرات منه ومنه، مو تسوي زقزاق توصله لهنا ماكو حكي، تاخذ مسافه كلش قليله. باي طريقه سووها سووها بس لازم صغيره ومرتبه. الطريقه اللي احنا نسويها دائما وسهله اسوي بالادم راح اسوي زوايا متعاكسه، واحده اللي هناك الثانيه عكسها وهكذا. اول زاويه اسويها ممكن لازم اذا تبدأ تطلع في الشغل عندك مرتب هي زاويه 45، يعني اعطي بنده صغيره هيك. راح اسوي فد اربعه كلهم 90 لكن بالعكس، يعني اذا اجي اسوي الثانيه اقلب ايدي هيك لهنا. طبعا اسويها بالتب مال الادم. الثانيه او وراها 90 كامله والثالثه 90 بس بالعكس، مره هناك مره هنا. هو اسمه زقزاق صحيح؟ وهكذا. أخير واحدة ترجع 45 زقزاق صغير كلش كاف ما يحتاج. هسه إذا أجيب الشغل أخليه على الكاست، إذا خليته هيجي يشتغل ما يشتغل. أوكي يصير بيسليبج، فلازم أخليه هيج صح؟ زي ما معقول الارم هذا يظل هيش واقف، لازم وين ينزل؟ بنيته. فهنا الشغل مالتي الزت والتاك ما يظل نفس البلين، مستحيل ما يصير. يعني انا عندي سنترال شكل وعندي بلد شكل. فالزت يكون بدايركشن والتاك يكون بدايركشن. اوكي؟ انا هالخطوه ما سويتها حتى اشوفكم. هاي وين اجي ارجع اني؟ ارجع على هذا الارم الثالث مو بزاويه. هاي الزاويه هي تظل 90. لكن الارم بدل ما يكون عدل راح شنو؟ ينعكس يصير الزت باتجاه والتاك باتجاه. ارجع على هاي الزاويه، طبعا ممكن اسويها من البدايه طلاب بس انا ما سويتها حتى تعرفون. هسه الزت والار والتاك على نفس الخط صح؟ راح احاول اعكسهم كل واحد باتجاه اللي هو يكون بهاي الطريقه. هاي راح يكون الزت وين اتجاهه؟ والار او التاك وين اتجاهه؟ باتجاه البيت، يعني كل واحد باتجاه. واضح طلاب؟ ما واضح؟ اللاصق؟ دكتور هسه سوي خمس دقائق. الفكره شنو؟ الفكره هسه الزيت صار بيربنديكولر، هسه عيد يعني مره ثانيه. الزيت صار بيربنديكولر على التوث والواير صار بارالل تو ذا بلت. اوكي انا قبل شويه كان كل الشغل مالتي ستريت. واضح؟ وهذا الشيء ما يصير. ليش؟ يعني وين تخليه؟ خليه عدل الزيت ما يشتغل. وقف الزيت الارم يكون طالع، راح اعيده بصوره سريعه.
هل اسوي كويل سريع بدون نيتروماتيك؟ انا سويت الكويل مالتي اوكي. اعطيكم هذا كبير حتى تشوفون. هذا الارم الثالث هنا مو سويت له زاويه صحيح؟ اذا خليته بهذا الاتجاه هيك عدل كله الزت والتاج نفس الاتجاه نفس البلين وتخليه بالكاست ما يهم طلاب ما يشتغل. اذا تخليه هيك الزت راح يصير بيسلبج ما راح يسوي موفمنت على التوث. انا بدي اسوي موفمنت بيربد نيكلر على التوث فلازم الزت يكون اتجاهه شنو هيك الزت. التاج هذا ما معقول يضل هيك لفوق. التاج لازم ينزل شنو ينزل ويا البلت واضح. فلازم اني هذا الزيت يصير اتجاه واحد وهذا التاج يكون شنو اتجاه ثاني. شلون افصلهم منين يا نقطه هي نفسها هاي الزاويه اللي سويتها قبل شويه. اجي الزم بلاير من يمين اوكي اخلي الزيت مكانه وهذا الارم انزل زاويه اوكي. هي الزاويه ظلت 90 بس البلين اختلفت صار الزت اتجاهها شكل والارم اتجاهها شكل. حتى من خليه على الكاست يكون الزت باتجاه التوث والتاج باتجاه البلت. وصلت ولا لا؟ بعد ما وصلت شويه هي شويه بعدين تجي اوكي. طلاب بقى لي شغله واحده عيدها راح اسوي ديمو ثاني للبعيدين اوكي. كمل هنا أنا اجي اقص الواير الزمه هيك شيء واقول له روح الله وياك مو الله يدور عليه الله يدور عليه. تلزم التو بيس او جوا كيف بس الواير طويل حرام. اكو عشرات حتى تشوفوها. من خليت الزيت هنا والكاست شو مشخبط اكو كاست جديد. من خليت الشغل مالتي هنا هاي نفس القياس هو المهم ان شاء الله نفس القياس. بعض طلاب هسه هذا وضع الزيت تمام. نهاية الواير هاي نهاية الواير نهاية الواير نشوفوها. نهاية الواير راح يكون الاكريليك جوا الواير وفوق الواير ما متساوي صح؟ نهاية الواير هاي النهاية هاي المنطقة راح تكون منطقة يعني الاكريليك فوق الواير وجوا الواير ما متساوي اوكي؟ فهنا اكو شغلة راح اسويها راح اسوي بين بالاخير احنا نسميها ال شيب يعني الواير يصير به هيك شلون الرجل ويقعد على الكاست. حتى يكون الاكريليك فوق الواير وجوا الواير متساوي اوكي. فاجي هنا بنهايه الواير هنا اسوي بين كلش صغيره مثل الرجل احنا نسميها ال شيب اوكي. حتى الواير من يقعد راح يكون الاكريليك فوقه وجوا متساوي. هسه اللقطه الاخير ما يخالف زين عيد راح اعيد مره ثانيه انتم بعدين تعال تقربوا. تسري قفتي شم شغله الباقي على الدور الثاني. دور ثاني قصد الديمو الثاني اوكي. عيني اليمي قريبين انت لازم شغلش 10 لازم نفتح اكيد عيني. يلا العيد مره ثانيه.